رحيم، رايحين نتحدث في هاي الدقائق عن موضوع أهمية ضبط حجم الورق في الطابعات. إذا ملاحظ إنه هاي الطابعة بتظهر لنا مسج قاعد السايز مس ماتش، سايز مس ماتش، ممكن لازم نضغط أحيانا على الأونلاين أو على الجو حتى تكمل الطابعة عملية الطباعة إذا كنا معطينها أمر، بعدين بترجع الطابعة أونلاين. حجم الورق مفروض نضبطه من 3 أو 4 أماكن بيعتمد على الطابعة. بعض الطابعات يعني ما بتدقق على حجم الورق، أي شي بتمشيه. بس هاي مثال طابعة الأوكاي مثلا، على سبيل المثال هذه الطابعة أوكاي P401D، ملاحظ إنها بتعطينا مس ماتش على حجم الورق. موديل ثاني من الطابعات مثلا البراذر، أحيانا حتى لو إنه كنا ضابطين حجم الورق على لتر او على اي 4 بتطبع لنا بدون ما تعطينا اي مسج، بس يفضل انه نكون ايش ضابطين حجم الورق بشكل سليم. وهذه طابعة اخرى مثلا اتش بي، طابعة اتش بي صغيرة، موديلها 1102. اوكي، نفس الشيء ما فيها مشكلة مع حجم الورق أحيانا. يعني بس هذه الطابعة مثلا الـ HB هذه ما فيها شاشة، فما بنقدر احنا نتحكم بحجم الورق. البراذر فيها شاشة ممكن من خلالها نتحكم بحجم الورق. هذه مثلا الأوكاي هون فيها شاشة بس ما بنقدر نتحكم بحجم الورق من خلال الطابعة. ففي منهم نلاحظ انه فيها شاشة نقدر نتحكم بحجم الورق، مثل هذه الطابعة البراذر على سبيل المثال. إذا رحنا على البرنت منيو البيبر، هاي البيبر A4. أوكي، إذا بنلاحظ نختار حسب حجم الورق المناسب، برنت منيو كوبيز الأورينتيشن. أحيانا بكون عندنا حاجة برضو مهمة اللي هي ايش البيبر سورس، يعني من وين ناخذ، منين ناخذ الدرج او الورق، من تسحب الطابعة من الدرج السفلي ولا من الدرج العلوي. في بعض الطابعات تكون فيها درجين، درج سفلي ودرج علوي. هاي فيها درجين الطابعة مثلا، اوكي هذه فيها درجين، درج سفلي ودرج علوي. وهذه الاوكاي نفس الشيء فيها درجين، درج سفلي ودرج علوي. ما نبغى نشعب الموضوع، خلنا نركز على 3 أماكن لازم نقوم بضبط الورق فيهم. زي ما قلنا، المكان الأول يفضل إذا في شاشة طابعة نكون ضابطين حجم الورق مثلا على الـ A4. إذا إنه موجود في الدرج لازم نتأكد إنه الورق اللي واضعينه في الدرج A4، وفي الطابعة نقوم ضبط الورق على الـ A4. يعني هاي الدرج في A4 و نضبط حجم الورق على A4. المكان الثاني، هاي عندنا مثال هنا طابعة الأوكاي مثلا اللي شغالين عليها. المكان الثاني اللي هو من خلال ايش خصائص الطابعة. طبعا احيانا بكون في مكانين، في البرنت بريفرنس، برنت مرة ثانية، برنت بريفرنس، بنروح ونلاقي اذا بنلاحظ البيبر، بنروح ل الادفانس، نلاحظ الموضوع على ايش لتر، واحنا حاطين في الطابعة A4 فمفروض نختار A4. هاي مكان في خصائص الطابعة، ونتأكد كمان انه اذا في مكان ثاني برنتر بروبرتيز، نلاحظ ما زالت الطابعة على A4 لانه في مكان ثاني هنا لضبط الورق اللي هو في الديفايس سيتنج. احيانا بكون في نفس خصائص الطابعة مكانين لضبط الورق. هاي A4 نختار اوكي او ابلاي، ما في مشكلة نفس الشيء. زي ما قلنا هذا المكان الثاني اللي هو من خصائص الطابعة. المكان الثالث انه البرنامج اللي بنطبع منه. اذا بنطبع مثلا برنامج الوورد على سبيل المثال، مفروض انه تكون اعدادات الصفحة في برنامج الوورد. يعني لو رحنا على البيج لاي اوت والسايز تاع الورقة لازم يكون ايش A4 نفس الشيء، ما يكون ايش على لتر، لازم يكون A4. رحنا هنا مرة ثانية نقول رحنا على السايز تاع الورق،
في البيج لاي اوت، بيج لاي اوت هذه اوكي، بيج لاي اوت رحنا على السايز تاع الورق لازم يكون موجود على الاي 4. فهذه ايش عمليه ضبط الورق الماتشنج، حتى يكون ماتشنج بين جميع الاوراق لازم يكون في البرنامج اللي بنطبع منه مثلا برنامج الوورد، لازم يكون خصائص الطابعه مضبوط على الاي 4، ممكن الخصائص الطابعه احيانا تكون في موجود في مكانين، ولازم المكان الثالث اللي هو الطابعه الورق الموجود في الطابعه، واذا في ايش مجال يعني انه غير اعدادات الطابعه اذا فيها شاشه، فهي ثلاث اماكن لازم يكونوا ماتشنج. اذا مش ماتشنج مع بعضهم، اذا يعني غير متوافق لو الورق واحد محطوط على اللتر وواحد محطوط على الاي 4، ممكن يعطينا انه السايز مس ماتش وما بتطبع الطابعه، لازم نضغط على المفتاح اونلاين او على المفتاح الجو حتى تكمل عمليه الطباعه. هاي كل ما في الامر، والسلام عليكم ورحمه الله.